أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. ضل. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة، ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في إيه، وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت إيه، مش تواليت خالص. أستاذ إيه نمبر 2؟ نعم. أنا كمان اشتغلت مع حضرتك، أنا معاها اشتغلت اجتهاد اشتغلت. أيوه عارفك عارفك، طالما أنت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفة. العيد جه؟ مش معقول، إمتى والله؟ لا عيد إيه؟ أمال الوقفة اللي على سلم نقابة الصحفيين، الوقفة الاحتجاجية. الأستاذة إنجي هتغطي الوقفة هناك وهتاخد لك أكتر من صورة علشان ندلع الموضوع. ندلعه؟ ندلعه إزاي يعني؟ نتحازم ونرقص؟ لا دي وقفة تانية خالص. الوقفة، الوقفة. إيه الوقفة دي؟ الوقفة. طب أنا هقوم بقى عشان أحضر نفسي للوقفة. شفت يا إنجي؟ كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا